السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، نبدأ بشرح محاضرة الـ Oxidation of Fatty Acid and Ketogenesis، اللي هي محاضرتنا رقم 16 والشابتر الثاني بالليبيد، وباقي عندنا 2 شابتر إن شاء الله نكملها. وهي فصل 22 بالكتاب هارفارد طبعة 30. بالفصل الأول الخاص بالليبيد ميتابوليزم، خلينا synthesis of fatty acid. synthesis of fatty acid، وخاصة احنا شنو صنعنا fatty acid؟ صنعنا البالميتيك acid اللي هو 16 ذرة كربون. مكان synthesis هو بالاكسترا ميتوكوندريا، خارج الميتوكوندريا او بالسيتوبلازم، ونسميه دي نوفو synthesis of fatty acid. زين، من وين اصنع انا الفاتي اسيد؟ نصنعه من الاستايل كو اي. مصدر الاستايل كو اي احصلها من البايروفيت. بايروفيت تتحول للاستايل كو اي بالبايروفيت دي هيدروجينيز انزيم داخل الميتوكوندريا حتى تدخل بالستريك اسيد سايكل الوضع الطبيعي. لكن في حالة زيادة الاستايل كو اي، لان الاستايل كو اي تحتاج اوكسالو استيت، فاذا كمية الاستايل كو اي اللي احصلها اكثر من الاوكسالو استيت وصار عندي زيادة كبيرة بالطاقة، انخزنت الجلوكوز الزايدة على شكل جلايكوجين، فبعدها الجلوكوز المتبقي ينخزن على شكل فاتي أسيد حتى يستخدم الجسم وقت احتياجه للطاقة. زين، قلنا انه مكان السنتسز للفاتي أسيد بالسيتوبلازم، بينما الاستايل كو اي موجودة بالميتوكوندريا، لذلك اتطلب انه احنا نحول الاستايل كو اي بواسطة شتل اللي هي السترايت شتل. صنعنا الاستايل كوي اللي هو عبارة عن سلسلة لونج هيدروكربون تشين، وتحتوي بالهيد على الكربوكسيليك اسيد. نقول فاتي اسيد مصدر الاسيد هو الكربوكسيليك اسيد، كل 2 كربون هم مصدرهم من الاستايل كوي. حتى اصنع عن البالميتيك اسيد 16، لا تنسون الارقام اللي حفظناها على الاقل، يعني لا تحفظون كل. البالميتيك اسيد 16، الستيريك اسيد 18، هم دول ساتوريتد فاتي اسيد. والستيريك اسيد من اضيف له عصرة واحدة يصير اوليك اسيد، اضيف له عصرتين يصير لينوليك، واضيف له 3 اواصر يصير لينولينيك. واضح؟ فهذا عندي الفاتي اسيد. احتاجين فاتي اسيد حالة ستارفيشن او حالة سكري. بالسكري انا ما موجود عندي انسولين، فما راح استفاد من الجلوكوز الموجود، ما يدخل للخلايا، فلذلك الجسم يعز لانه في حالة ستارفيشن، ما عندي طاقة، الجسم محتاج طاقة. اوكي، فيبدأ الجسم بأوكسيديشن اوف فاتي اسيد. وطبعا بالبداية احنا عندنا الليبيد ستورد على شكل تراي جليسيراي اللي هو جليسرول ومرتبط بفاتي اسيد 3 فاتي اسيد. لايبيس انزيم اللي يكسر لي التراي جليسيرايد راح ينطينا الجليسرول وينطينا 3 فاتي اسيد. الجليسرول التشو اللي تحتوي جليسرول كاينيز راح يتحول الى الجليسرول 3 فوسفيت، تضيف له فوسفيت بالكربون الثالث ويدخل يا اما بالجلايكوليسيس او بالجلوكونيوجينيسيس، يعني نستفاد من عنده طاقه. بينما الفاتي اسيد راح يتحول للبيتا اوكسيديشن. هسه نجي نشوف البيتا اوكسيديشن وين مكانه. اهم شيء انه اني اخلي ببالي، خلوا لكم فد ورقه ملاحظات للوكيشنز، كل باث واي وين تصير، مثلا جلايكوليسيس جلوكونوجينيسيس كل واحد وين يصير، سينثيسيس فاتي اسيد وين يصير، اوكسيديشن وين يصير. قلنا السينثيسيس يصير اكسترا ميتوكوندريال بالسيتوبلازم، بينما الاوكسيديشن لا، راح يصير عندنا داخل الميتوكوندريا. اوكسيديشن اوف فاتي اسيد داخل الميتوكوندريا. اذا المطلوب من عندنا شو نسوي؟ نحول الفاتي اسيد الى الميتوكوندريا من مكان السينثيسيس اللي هو تصنع وين؟ بالسيتوسول. وش قلنا؟ شبيه ميتوكوندريال ممبرين اللي هو امبيرمبل، ما يسمح لاي برودكت او اي انترميديت انه تدخل وتطلع براحتها، لا، هو مكان انتاج طاقه، مكان مهم، فلذلك يكون كنترولد.
فالاوكسيديشن قلنا اي اوكسيديشن معناتها بروكن داون، تكسير يصير عندي. هذا التكسير مثل ما اني صنعت الفاتي اسيد من الاستايل كو اي راح نحصل على استايل كو اي. اذا اني عندي سطو على ذره كربون، نبقى على مثالنا اللي هو البالماتيك اسيد، من اجي اكسر كربونتين كربونتين، مثل ما صنعت اني كربونتين كربونتين اجي افصل على شكل كل كربونتين ينطني استايل كو اي، والاستايل كو اي طاقه. اوكي هو سنتسايز فروم استايل كو اي، فمن يصير له بروكن داون راح يعطيني استايل كو اي. زين هسه نسال نفسنا انه انا مثل ما صنعت باضافه كربونتين وكسرت، هل هو ريفرس؟ هل هو عكسه؟ السنتسيس اوف فاتي اسيد او الاوكسيديشن اوف فاتي اسيد عكس السنتسيس؟ لا مو عكسه. تذكرون احنا بالسنتسيس شنو الانزيمز اللي احنا من اقول اني ريفرسبل وارفرسبل بالاعتماد على السهم، اذا كان باتجاه واحد فهو ارفرسبل، اذا باتجاهين ريفرسبل، يعني الانزيم نفسه راح استخدمه في حال كونه ريفرسبل. احنا بالسنتسيس شو استخدمنا؟ فاتي اسيد سنتيز كومبلكس. عندي كومبلكس من الانزيم عبارة عن 7 انزيمات، بينما انا لا راح استخدم سبريت انزيم، والمكان يختلف. الاوكسيديشن يصير داخل الميتوكوندريا، بينما السنتسيس صار عندنا بالاكسترا ميتوكوندريال ممبرين. فكل خطوة راح سناخذها بالبيتا اوكسيديشن تتضمن السايل كو اي ديرفيتيف، وعندي سبريت انزيمز مو كومبلكس متجمعين بانزيم واحد كبير، لا عندي سبريت انزيمز. راح نستخدم الناد والفاد و نحصل على ATP. وبما انه اني مستخدمين ناد وفاد، اذا راح احصل بالبرودكت فاد H2 وناد H بلس H اللي هم يتوجهون للالكترون ترانسبورت شين حتى نحصل على الطاقة المخزونة بداخلهم. وحتى الاستايل كو اي وين تتوجه؟ تتوجه للستريك اس سايكل اللي راح تنطيني 3 ناد، ناد H بلس H ووحدة فاد H2 ووحدة GTB. الفاد H والناد H يتوجهون للالكترون ترانسبورت شين، والالكترون ترانسبورت شين شبيهة تحتاج اكسجين بالاخير. نحول لها الالكترونات من ذكرون المحاضرة رقم 2. فلذلك ايش يكون هو؟ ايروبيك بروسيس. فليش البيتا اوكسيديشن ايروبيك بروسيس؟ هل هو حتى يحتاج اكسجين؟ هسه احنا نشوف بالستيبس نضيف اكسجين. اني اللي احصل الغاية من البيتا اوكسيديشن انه اني اريد طاقة، والطاقة راح تكون مخزونة بالاستايل كو اي، بالفاد اتش 2، بالناد اتش بلس اتش. شلون استخلص الطاقة اللي موجودة بهم؟ راح يتحولون للالكترون ترانسبورت شين. الاستايل كو اي بالستريك اسيد ايضا راح يعطيني الناد اتش بلس اتش والفاد اتش 2. فبالنهاية انه انا بدون الكترون ترانسبورت شين، بدون اكسجين، ما راح ممكن احصل على الطاقة اللي اريدها. وهذا قلنا وين يصير؟ عندنا في حالة الستارفيشن محتاجين طاقة، خلاص الجلوكوز، خلاص كل مخزونات الجلوكوز، وبالسكر احنا ما نعرف نستفاد من الجلوكوز اللي موجود. والفاتي اسيد اوكسيديشن ليد تو كيتون بودي برودكشن. شلون يؤدي الى كيتون بودي برودكشن؟ انه احنا من نكسر، عندي فاتي اسيد كسرناه بالبيتا اوكسيديشن، شنطيني ينطيني استايل كو اي، محتاجين طاقة. في الاستايل كو اي وين يدخل؟ بالستريك اسيد سايكل. اول خطوة بالستريك اسيد سايكل الاوكزالو استيت ويا من يرتبط، العفو الاستايل كو اي ويا من يرتبط؟ يرتبط ويا الاوكزالو استيت، ومصدر الاوكزالو استيت بايروفيت. فاني اذا ما عندي طاقة اصلا، احنا في حالة ستارفيشن ما عندي جلوكوز، في الاوكزالو استيت عقل، وعندي بيتا اوكسيديشن تنطيني كم من الاستايل كو اي نشوفه. يعني مثل البالميتيك اسيد 16 راح نحصل من عندي على 8 استايل كو اي. فالاستايل كو اي الزايدة اللي ما تحصل اوكزالو استيل حتى تدخل بالستريك اسيد سايكل راح تتحول الى باثوي اخر اللي هو الكيتوجينيسيس، صناعة الكيتون بودي. الكيتون بودي اللي عبارة عن أسيدك وزيادتها وخاصة بالسكري
يصير عندنا كيتو أسيدوسس اللي هي فيتال، يؤدي إلى كوما للمريض. وعندي 3 كيتون بدي ناخذهم في هذا الشابتر إن شاء الله. هذه الأمور نشرحها على المخططات أفضل. فإحنا حتى نصنع الفاتي أسيد أو حتى نسوي أوكسيديشن للفاتي أسيد، أول خطوة المفروض شو نسوي؟ أنا الفاتي أسيد اللي حصلته من الترايجليسرايد أفعله، أحوله إلى الأسايل كوي. الخطوة الأولى وين هذه؟ بالسيتوبلازم. أدي أحوله لمكان التصنيع الميتوكوندريا. نحتاج شتل ليش؟ الميتوكوندريا ما تعبر دون ما تعبر أسايل كوي. وشنو هو الأسايل كوي؟ هو نفس الأسايل كوي، لكن الأسايل كوي كاربونتين، الأسايل كوي لا كبير يحتوي على عدد من الكربونات مو بس كاربونتين. فالشتل اللي تدخل مثل الشتل اللي خرجت لي الأسايل كوي هي الستريت شتل، بينما الشتل اللي تدخل الأسايل كوي لداخل الميتوكوندري هي الكارنتين شتل. في حال نقص الكارنتين شتل، الكارنتين اللي تنقل لي الواسطة اللي تدخل لي السايل كوي لداخل الميتوكوندريا، راح يصير عندنا نقص بالطاقة. And because gluconeogenesis is dependent upon fatty acid oxidation، فأي impairment بالفاتي أسيد أوكسيديشن راح يسبب لي هايبوغلايسيميا. ليش؟ لأن الجلوسيرول حصلناه منين؟ حصلناه من تكسر الترايجليسرايد اللي يدخل بالجلوكونيوجينيسيس. كارنتين ديفيشنسي ما ينتقل لداخل الميتوكوندريا، فماكو طاقة، ماكو بيتا اوكسيديشن. واي ديفيشنسي بالانزيمز الخاصة بالبيتا اوكسيديشن، مثلا عندنا الكارنتين بالمتويل ترانسفيريز، هذا رمزه، نعم، راح يسبب لي انه خلل بالبيتا اوكسيديشن فماكو طاقة. And inhibition of fatty acid ox، مثلا عندنا فد مواد سمية راح تسبب لي انهبيشن للفاتي اسيد اوكسيديشن، ايضا راح تصير عندي منفذ للفاتي اسيد اوكسيديشن. فهذا المخطط انه انا عندي خزين دهون على شكل ترايجليسرايد، راح يصير له هيدروليسيس باللايبيس انزيم، راح ينطيني فاتي اسيد زائد جليسرول. الجليسرول بعد ما يتحول بالكاينيس، جليسرول كاينيس ينطيني جليسرول 3 فوسفيت، يا اما يكمل بالجلايكوليسيس او يرجع ينطيني جلوكوز بالجلوكونيوجينيسيس. الفاتي اسيد يكمل مساره وين؟ اولا لازم يصير له اكتيفيشن بالسيتوبلازم، بعدين ينتقل للميتوكوندريا بالكارنيتين شتل. داخل الميتوكوندريا يصير عندي البيتا اوكسيديشن ستيبس، وتنفخ كل كاربونتين على شكل استايل كوي. زين هذا الاستايل كويل باثوي الرئيسي مالته انه هو يدخل بالستريك اسيد سايكل. لازم انا عندي اول ستيب اوكزالو استيت، لازم يتوفر عندي الاوكزالو استيت. زين انا اذا في حالة ستارفيشن او في حالة سكري ما عندي دهون، ما عندي اوكزالو استيت، ماكو جلوكوز، فهذه الخطوة راح يصير بيها ديفيشنسي امبيرمنت. فالاستايل كويل لازم ياخذ له فد مسار بديل اللي هو كيتوجينيسيس، صناعة الكيتون بديل اللي عبارة عن 3 كيتون. فأول ستيب ندخل بالبيتا أوكسيديشن. أول ستيب من عندنا إنه أنا الفاتي أسيد اللي حصلته من الترايجليسرايد بالبادي راح أفعله يصير على شكل السايل كوي بواسطة السايل كوي سينثيتيز إنزيم. إذن أول إنزيم عندي اللي هو بالسيتوسول السايل كوي سينثيتيز إنزيم، من اسمه السايل كوي سينثيتيز إنه إحنا حصلنا على الفاتي اسيد، حولت الى الاسايل كوي، ضفت له سي دبل او كوي. وعندي سينثيتيز، مدام سينثيتيز، اذا سينثيز ما راح يستخدم طاقه، بس سينثيتيز راح يستخدم طاقه. الطاقه اللي يستهلكها اني عندي راح ياخذ اي تي بي، ينطيني اي ام بي زائدا بايروفوسفيت، نفس ما تكلمنا باليوريا سايكل. أنا عندي أول خطوة باليوريا سايكل خذ 2 ATP، بعدين الخطوة الاستهلاك الأخرى أخذ واحدة ATP، هنا أعطاني ADP 2 ADP، خلاص ما عندي مشكلة. هنا عندنا استخدم ATP واحدة، لكن شن طاني؟ أنطاني بايروفوسفيت، وهذا البايروفوسفيت راح تتكسر تنطيني 2 فوسفيت.
يعني كسر عصبتين، فشي يكون؟ يكون equivalent إلى 2 ATP. يعني كم ATP أنا مستخدمة باليوريا سايكل؟ استخدمت 4 ATP. نفس الشيء هنا عندي، أنا مستخدمة ATP، انطاني AMP زائد بايروفوسفيت، هذا equivalent to 2 ATP. إذن الخطوة الوحيدة، احنا الغاية من الاوكسيديشن نحصل طاقة، فالخطوة الوحيدة اللي نستهلك بها الطاقة في بالتحضير، مو مشكلة انه اني اخسر 2 اي تي بي بعدين احصل كم من الاي تي بي. فالخطوة الوحيدة اللي نخسر بها الاي تي بي هي الاكتيفيشن، فهذه خلوها ببالكم بحساب الطاقة، ما تنسي، مهمة جدا. احنا المهم عندنا بهذا الموضوع كمية الاي تي بي، راح احسب الاي تي بي اللي استخلصتها من الاوكسيديشن. فالاسايل كوعي سنتيتيز انزيم، اول انزيم يسوي لي اكتيفيشن للفاتي اسيد، راح يخسرني 2 اي تي بي. اوكي، الخطوه الثانيه عندي الاسايل كوعي، نحتاج انه نقله الى مكان البيتا ازينستس. ليش اني السنتسيس في السيتوبلازم والميتوكوندريا بداخل البخور كلهم اخليهم بالسيتوبلازم بلا نقل بلا شتل؟ كل باثوي اللي يحدد مكانه هو وجود الانزيمز. وين ما موجود أنا الإنزيم مالتي أنقل المواد الأولية لمكان الإنزيم. الفاتي أسيد كومبلكس سنثيز كومبلكس إنزيم موجود بالسيتوبلازم، فنقلنا الستايل كوي من الميتوكوندريا إلى السيتوبلازم. البيتا أوكسيديشن إنزيم موجود داخل الميتوكوندريا، فننقل المادة الأولية أو السبستريت من السيتوبلازم إلى الميتوكوندريا. شلون النقل الميتوكوندريا؟ ما تسمح لنا بواسطة شتل. منو الشتل هالمرة عندي؟ الكارنتين شتل. راح استخدم 3 انزيم بالنقل. اول انزيم عندنا كارنتين بالميتويل ترانسفيريز 1، ما دام عندي 1 اذا معناته اكو 2. هذا الاول موجود على الاوتر ميتوكوندريال ممبرين، يربط الاسايل كو اي ويا الكارنتين فينطيني البرودكت اسايل كارنتين ويخرج لي كو اي. وين موجودة الاسايل كارنتين؟ دخلت الى الانتر ممبرين سبيس، عبرناها خطوة بواسطة الكارنتين بالميتويل ترانسفيريز 1. زين، محتاجة أني أنقل الإسايل كارنتين بعد أعبرها الإنر ميتوكوندريال ممبرين. اللي عبر ليها هو كارنتين إسايل كارنتين ترانسلوكيز، من اسمه ترانسلوكيز ناقل، يغير المكان، يعبرها الإنر ميتوكوندريال ممبرين. نجي للإسم، من أقول كارنتين معناته راح يخرج لي كارنتين، من يصير عندي فري كارنتين يخرجه وبنفس الوقت يدخل الاسايل كارنتين. شوف كارنتين السايل، يعني اكو عندي كبلت بالموضوع، يخرج الكارنتين من الميتوكوندريال ماتريكس الى الانتر ممبرين سبيس، بعدين يدخل الاسايل كارنتين. دخل الاسايل كارنتين بالترانسلوكيز لداخل الميتوكوندريال، يعني ما احتاج السايل كارنتين، اريد فقط السايل وياه كو اي. إذن شو نسوي؟ نجي للإنزيم رقم 2 اللي هو كارنيتين بالميتويل ترانسفيريز 2. مثل ما الأول ربط لي الكارنيتين بالإسايل كو أي وحذف لي الكو أي، هالمرة يضيف لي الكو أي ويفصل الكارنيتين عن الإسايل كو أي. واحد يربطهم واحد يفصلهم. يعني أنا ما محتاجة الكارنيتين بالميتابوليزم، مجرد ناقل، مجرد كارير للإسايل. إذا حصلنا على الإسايل كو أي تدخل بالبيتا أوكسيديشن ستيب، والكارنيتين تخرج بنفس الإنزيم قلنا شبيه هذا كبلت، يخرج لي كارنيتين ويدخل هذا الكارنيتين، راح يتوجه إلى مكان الترانسلوكيس إنزيم، خرج لنا الكارنيتين ودخل الإسايل كارنيتين. ما موجود عندي كارنتين معناته ما راح يدخل السائل كارنتين، بدل أنا عندي كبلت. إذا وصلنا للميتوكوندريال ماتريكس اللي تبلش فيها خطوات البيتا أوكسيديشن. كم خطوة عندي؟ أنا عندي 4 ستيب بيتا أوكسيديشن.
خطوتين ديهايدروجينيز، إذا عندي طاقة تذكرون ديهايدروجينيز معناته عندنا نادى وفاد. بأول ديهايدروجينيز راح نحصل على الفاد H2، والديهايدروجينيز الثاني نحصل على النادى H بلس HS. نشوف تفاصيله. نكسر بكل سايكل هذه الأربع خطوات، كل أربع خطوات راح تنطيني استايل كو اي ويا فاد H2 ناد H بلس H اللي يتوجهون للإلكترون ترانسبورتشن. نحصل على طاقة الفاد H2 كم اي تي بي تنطيني؟ 1.5 اي تي بي. والناد H بلس H كم اي تي بي تنطيني؟ 2.5 اي تي بي. إذا كل سايكل، كل تفاعل، كل أربع تفاعلات تنطيني استايل كو اي زائدا 4 اي تي بي. 1.5 من الفاد H2 و2.5 من الناد H بلس H، بس 4 اي تي بي احصل؟ لا، مو عندي استايل كو اي. الاستايل كو اي يدخل بالستريك اسيد سايكل. بالستريك اسيد سايكل كم اي تي بي نحصل؟ راح نحصل على 10 اي تي بي. اذا كل كربونتين بالفاتي اسيد راح ينطوني 14 اي تي بي ما عدا اخر كربونتين ينطوننا فقط 10. ليش؟ لان ما راح يصير لهم الباثوي، هذا باعتبارهم متبقين. عندي اربع ذرات كربون المتبقيه، اكسر 2 بواسطه الباثوي اللي نحصل من عنده على الاربعه اي تي بي، وهذا 2 خلاص متبقيه ما كسرناه، ما عدا الاخير ناخذ من عنده 10 اي تي بي. مخطط آخر يوضح خليت أكثر من مخطط اللي تفتهمون عليه أنتم تمشون عليه نفس الفكرة. أولاً الاستايل كو اي سنثيتيز راح يضيف الكو اي اس اتش اللي هي الاستايل كو اي، وقلنا فرق عن الاستايل كو اي مجرد إنه هذا لونج تشين هيدروكربون. راح نستخدم الاي تي بي راح تنطيني اي ام بي زائد بايروفوسفيت اللي هو إيكوفلنت إلى 2 اي تي بي، يعني راح نخسر 2 اي تي بي هنا، وبالإضافة الكوفاكتر المغنيسيوم. ينطيني الاسايل كو اي وين هذا؟ بالسايتوب، لازم سايتوسول. نعبره بواسطة الكارنيتين ترانسبورتر او الكارنيتين شتل، راح نستخدم 3 انزايم. بعدين داخل الميتوكوندريا تبدي الستيبس الخاصة بالبيتا اوكسيديشن، اشرحها على المخطط القادم افضل بشكل سايكل. فهذه عندكم شروحات طبعا لازم تقروها، انه احنا بالبدايه الفاتي اسيد وين مخزون؟ كله تكلمنا عنه، عندنا ترايجليسرايد راح بواسطه اللايبيس ينطيني الفري فاتي اسيد. هذا الفري فاتي اسيد يسمى انساتوريتد، بعد انفصل عن ترايجليسرايد انفصل عن الجليسرول فيسمى انستروفايد فاتي اسيد. طبعا بالبلازما ما موجود احنا عندنا فري، والفاتي اسيد بالحقيقة احنا من نقول فري فاتي اسيد ما موجود بالحقيقة، مو موجود عندنا نيفر ريل فري. ليش؟ لان هو بالبلازما شلون ينتقل؟ راح يرتبط ويا البروتين الموجود بالبلازما، والكمان بروتين بالبلازما هو الالبومين، وبداخل الخلايا ايضا راح يرتبط بالفاتي اسيد بايندينج بروتين، اذا نيفر ريل فري. والشورتر تشين فاتي اسيد يكون مور سوليوبل، مور ووتر سوليوبل، اند اكزيست از ان ايونايزد or as fatty acid anion. قلنا اول خطوه اني بعد تكسير الفاتي اسيد من الترايجليسرايد بعد ما فصلناها باللايبيس انزيم يصير لها اكتيفيشن، واللي هاي الاونلي ستيب اللي تحتاج طاقه. قلنا 2 اي تي بي راح تكون خسارتنا الاولى، ما نخسر غيرها. والانزيم المسؤول هو الاسايل كو اي سنثيتيز انزيم، تسووه على شكل نوت بعد لا تحفظون شرح. وعلى المخطط اول خطوه شنو استخدمت السائل كو اي، شنو الشروحات المهمه الخاصه بهذا الموضوع، انه جاي ذا اونلي ستيب الخطوه الفريده انه احنا نستهلك بها طاقه. السائل كو اي سنثيتيز الاسم الاخر له والمهم جدا، مرات يجيبوا لكم اياه هذا باعتبار انه هالقليل انتبهوا للطلاب، ثايوكاينيز، هذا مهم يجي بالامتحان. ثايوكاينيز شنو وظيفته؟ حول الفاتي اسيد الى اكتف فاتي اسيد اللي هو الاسايل كو اي. اذا منو الاكتف فاتي اسيد؟ هو الاسايل كو اي فاتي اسيد. والبايروفوسفيت طبعا هذا بكل محاضره تذكر انه يصير له هيدرولايز بواسطه ان اورجانيك بايروفوسفيتيز انزيم،
وين موجود الاسايل كو اي سنسيتيز؟ في اكثر من مكان، بالاندوبلازميك ريتيكولم، بالبيروكسيسم، بالانسايد اند اون ذا اوتر ميمبرين اوف ذا ميتوكوندريا اللي هنا استخدمناه بتفعيل الفاتي اسيد. وكل مكان طبعا ممكن نفعل به الفاتي اسيد. الخطوة الثانية بعد تفعيل الفاتي اسيد راح نستخدم الكارنيتين شتل او الكارنيتين ديريفيتيف حتى ترانسبورت بنتريت اللونج تشين فاتي اسيد. طبعا شنو عندي لونج تشين مو شورت تشين، الشورت تشين ممكن تعبر، اللونج تشين اللي هي اللي بها الفائدة الأكبر بنتريت ذا انر ميتوكوندريال ممبرين. شنو الكارنتين؟ هو عبارة عن بيتا هيدروكسي جاما تراي ميثايل أمونيوم بيوتاريت اللي هو وايد ديستريبيوتد وموجود بكميات كبيرة أكثر شيء بالمصل، لذلك يقول لك المصل تحب الأوكسيديشن لأن هي تحتاج طاقة باستمرار. اكو مصل وقلنا خاصة الهارت مصل لازم تبقى مشتغلة على طول، فماكو كارنيتين ماكو طاقة خلاص، لذلك تحتوي على abundant من الكارنيتين حتى يصير فيها تكسير البيتا اوكسيديشن وتوفير الطاقة بوقت الستارفيشن او الديم. اللونج تشين فاتي اسيد السايل كو اي طبعا نوت كان نوت بنتريت، فلذلك راح نستخدم الكارنيتين. وعندي 3 انزيم، اول انزيم اللي هو موجود على الاوتر ميتوكوندريال ممبرين كارنيتين بالميتوي ترانسفيريس 1 حول لي اللونج تشين السايل كو اي المن الى السايل كارنيتين، بعدين بالترانسلوكيس انزيم عبر لي الى داخل الميتوكوندريا اللي هو اكت از انر ممبرين اكسشينج ترانسبورتر. اكسشينج يعني صار تبادل، دخل الاسايل كارنيتين لداخل الميتوكوندريا والفري كارنيتين اللي جاين من النقل اللي قبله يطلع بنفس الوقت، يخرج كارنيتين ويدخل السايل كارنيتين. والسايل كارنيتين بعدين بداخل الميتوكوندريا يتعرض للانزيم الاخر الثاني كارنيتين بالميتويل ترانسفيريز 2 اللي هذا راح يفصل هالمره، يفصل السايل من الكارنيت من الكارنيتين طبعا بعد ما يضيف له الكو اي. وين موجود؟ بداخل inside the inner mitochondrial membrane reforming، راح يرجع تكوين السايل كو اي وينطيني الكارنيتين اللي ترجع بواسطة ترانسلوكيس للخارج. هذا نفس الشرح موجود ما يحتاج بعد نعيد. فاتي السايل كو اي اول شيء تكوينه راح نخسر 2 اي تي بي بالثايوكاينيز او الاسايل كو اي سنثيتيز، مو سنثيز سنثيتيز، اذا اقول لك سنثيز خطا. وين موجود؟ على الاوتر ميتوكوندريال ممبرين، بعدين الكارنيتين بالميتويل ترانسفيريز ربط للاسايل كو اي ويا الكارنيتين وحولها لداخل السبيس ما بين الاوتر والانر ممبرين، بعدين الاسايل كارنيتين صار له ترانسلوكيز بالكارنيتين السايل خرج كارنيتين ودخل السايل كارنيتين، بعدين الكارنيتين بالميتوي ترانسفيريز 2 اللي موجود على الانر ميتوكوندريال ممبرين راح يفصل الكارنيتين حتى نخرج نستفاد منه مره له، واضاف كو اي حتى نحصل على السايل كو اي، والسايل كو اي تدخل للبيتا اوكسيديشن. صور واضحه؟ نتوقف لهنا حتى البيتا اوكسيديشن ستيب تكون لها مقطع واحد.